صلى الله على ذلك ذلك الوجه
Hey, 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 hey.
يوم السماء تمور تمور نبي تقي يا حي مؤلم بشير لكل العالمين نذير بشير لكل العالمين نذير Thank you.
Yeah.
حبيت من عيلة النصارى أنا منشدة بذكر الذي قبر ببدان ومقتمع والله ما في قلبي حظ لغيره فغير رسول الله ليس مثالنا فغير رسول الله ليس مثالنا ساعدي باللي شر الحرية نادت من هنا Thank you.
اصدق من كنت القلب انطق كلمه
جمعوها وذني وافضل من شمع الليل خلق رائد المعيشة من تحيي المغداد يا علي علي يا علي يا علي I'm
Thank you.
Yeah.
التعاون والتكامل والتكامل والتكافل، بعضنا يدعم بعضا، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الخبز الواحدة التي تأكلها تعب عليها الفلاح والمزارع التاجر والصانع وغير ذلك، فلا بد من تكافل اجتماعي حتى نحصل على حياتنا. ولذلك تميز الإنسان بأنه حيوان اجتماعي لا يعيش لمفرده. أكثر شيء عندنا هون من الأمراض هو الصفار، يقولوا البيوان صفار، وش يقولوا بصفار، وش يقولوا التهاب الكبد. تقريبا نمشوا ل 15 الى 20% حسب مناطق موريتانيا. هاي الامراض اللي ذكرتونا درك حالا، الجبنه والقرحه والقولون الى غير ذلك والكبد، ايش فيها من الافراد من الامراض اللي مفتر؟ اذا كذلك اللي يشوك الشدايد اللي انت خرصا وصل 6 دقائق وضفت المرأة لا تجيك لآخر أنتية لا تخرص التلفزة، رأيك لا تجيك الساعة أنتية لا خرقانة التلفزة. أنا وعيت ما رأيت رقاش التيين لا رأيت رقاش يخرص من الشيء الشرب ولا شيء لقنا ندم ما أقول لا وعيتين ولا شيء. أنت قد تسكت عنا دقيقة والله أنت تسكت يا خب ما يبقى قطع تفكيري أنا كنت نفكر يبو أخويا تفكر نقردوش لا أنت لا نفوي جيبو بلا نفوي يقال كنت نتعلم كتب قصيدة هو خل عنه خل عنه مش القصيدة خلي نمسح خل عنه We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج لعلكم تتقون. نتحدث في هذه الحلقة عن عبادة الله تعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيه يا عمر، أنا نبغيك لا تنطح وتكبر. دام فكر أنت اليوم تصلين وجه دي من الساعة لخلك تانا وتشي متراسك مستبرم بايش أنا ببالايك ونيعة ملحف شي أنا ببالايك. إحنا عندنا شي من الطافلة ومن ما نسدور وحاجياته ونعود مفرين له ذاك اللي دا تعرف هنا عرف ذاك اللي يعقب عليه الشنه. هذا والله إلا يطول عمرك ويدوم كلهم معتانا في الحالة من الضعف. أنت الحمد لله واقفة الوقفة معاهم ومع العجال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج وذكر. هذه الحلقات تتكلم عن التجسس، والتجسس معروف مشاهدينا الكرام عنه موجود في بوجود الإنسانية على هذه الكرة الأرضية، لأنه هذا في العصر الأخير ولا العصر الحادي اللي نحن نعيش فيه الشاهد طفرة، وهذا أصبح أخطر من ما كان عليه.